الجسم المفقود وكيفاش صارت ظروف الحرقة متاعه؟ محمود بالحاج طالب خرج نهار لحد مع نص نهار، من وقتها ما رجعش. نهارت الاثنين كلمني مسك، هو ملي خرج سكر بورتابلو نتصل بي ما تحصلتش عليه. نهار الاثنين حل بورتابل نتاعو وكلمني، قال لي امي هاني مع الاولاد. قلت له فين؟ قال لي في دار صاحبي مع الاولاد. قلت له روح عايش ولدي، توا من البارح لليوم مفقود ما لقيناكش، روح. قال لي راني بعيد. فين بعيد؟ قال لي بعيد. وعاد سكر بورتابلو، من وقتها ما تحلش. قديش عنده مفقود التو؟ هو من نهار 29 لا مارس، 29 مارس. هنا جاوني برشا اولياء من الاولاد اللي حرقوا معاه، قالوا لي اخر مكالمه كلمونا اولادنا لحد نص الليل غربع، لحد 7 نص الليل غربع، قالوا لنا يا امي ادعيونا رانا باش نركبوا تو. انت ما في بالكش اللي باش يحرق ولدك محمود؟ ما في بالكش باش في بالك جوست مع اصحابك؟ هاو مع اصحابه باش يرجع، في باليش. وقتاش اكتشفت اللي هو حرق؟ كي يوم غدوة خرجت نقضي المرشي، نلقى صحابه الاخرين اللي ما مشاوش، اللي هذا يقول لي راهو محمود مشى مع الاولاد. سي مشاو وركبوا من صفاقس، الكل اللي مشاو معاه ستة من الناس بورتابلواتهم تسكرت من نهار 29 في الليل، ما تحلتش الى يومنا هذا. سبعتاش جوان يعمل 17 سنة. يقرا شيام بالضبط؟ يقرا في بالجديد. شنو هو المستوى التعليمي نتاعو؟ ثامنة اساسي. مردوده الدراسي باهي، يقرا على روحه ولا ما يحبش القرايه ولا كيفاش؟ والله شويه شويه، النزوه نتاع صغار، ساعات يحب يقرا ساعات يقول لي لا ما عادش نحب نقرا. المشكله نتاع تونس اللي الناس ما فهموش، يعني شباب مع بعضه، يعني شباب يوعوا بعضهم حتى تنصحوا ما يسمعكش، خاطر عندهم نظريه على الدنيا هذه. هو قبل ما عندوش فكره الحرقان بالكل، فما يمكن كي سمع الاولاد نتاع الحومه يبرمجوا في المشيه مع حكم عمره صغير سيطروا عليه ومشى معاهم. فما نسمى همش يهمش عشره، وكيفاش يصنع انحراف؟ واحد يعدي واحد. فما في ايطاليا، حتى تعديت ايطاليا وديما نمشي وسوفون لايطاليا، مأساة. أنا شفت، أنا عشت مأساة نتاع شباب نتاع تونس اللي بات في الخرب. لهنا أمه توكل فيه وشرب وتلقاه الغادي يبات في خربة، يعطوه جراية ويبات على شمعة. يحن باش يعمل أوراقه، وكيفاش يعمل أوراقه؟ ويلزم يدبر امرأة في صورة ماء وتقول له هاي منهم شبابنا، تقول له هاي بنت خذ الطفلة لهنا، ما يحبش يعرس. يشوف ولاد حومته باش يحرقوا، يشوف فلان، يشوف الاخر، لهذا يقول له انا باش فلان وصل، فلان وصل، فلان وصل، حتى احنا باش نوصلوا. هذاك اللي اثر عليه، مع حكم عمره صغير غروه. والحلم نتاعهم بالاخر يجيب كهرباء، والحلم باش يروح بالفلوس. في بالهم يعني باش يوصلوا اوروبا باش يلقى الامكانيات المتوفره ويلقى الفلوس كما يقولوها موجوده، خاطر فما ناس حتى حرقت قبل، حرقت قبل. راهو يعيش في وضعيه مؤسفه، يخدم مره مرماجي، لهنا تقول يخدم مرماجي ما يخدمهاش، غادي يخدم مرماجي، هو يخدم في مرشي، هو يبات عند صحابه. والله انا ماذا بيا ما يخرج الجمله، ماذا بيا ديما في القرايه وديما بحذايا، ما نحبوش يخرج لحتى بقعه، نخاف عليه برشا، بما انه هو الوحيد، لو وليد وحيد، خاف عليه برشا. وخوفي يمكن هذاك هو اللي وصله باش يعمل هكا. معروفه تقرا ما تقراش مستقبل، لازم يكون عندك معارف وحتى توصل لاش باش تخدم. فما ناس عندها شهاده عليا يكونوا هما بطاله في القاوي، ياخذوا منهم مثل يقول لك هذاك قرا قرا وهاكا بطال، انا ما عادش حاب نقرا. عقليه شباب منطقه الملاسين، لاحظوا فما نسبه كبيره ومرتفعه من الناس اللي قاعده تحرق من هنا، الشباب اللي قاعد يحرق. من الملاسين خرجت رجال، راهي الملاسين، الملاسين يعني حومه من اقدم الحوم في الجمهوريه التونسيه. وهمشت يعني خلوها همشوهم يعني بعيد على الوزارة الأولى، ما با ان كيلومتر يعني 5 مينوت ابي في الوزارة الأولى، حبوا يعدموهم يعني يزون كونداني سي جونا، خلوهم الغادي اللي حبوا يعملوا لهم لا سبور لا صالات لا يلهوا بيهم لا يوعوهم، همشوهم. مانيش قابلتها الفكرة ومانيش مستوعبتها بالكل بالكل، مانيش مصدقة اللي ولدي بشي، مانيش مصدقة. مشينا لسفارة ليبيا ما عطونا لا حل حتى شيء، ما عطونا وما فما حتى
حتى حاجة توصلنا المعلومة توصلنا اللي هما حيين ولا هما في بقعة بالذات. شهرين بين الشك والحيرة بين الأمل، كيفاش تعديوا لك الشهرين هذوما؟ والله كأي أم، بالبكاء بالدموع بالتخمام قلة النوم، شعور ما نجمش نوصفه لك. ظلام في وجهي، ظلام ظلام. أخوتو توحشتوه أكيد؟ بتسبيع في كل لحظة، في كل لحظة نذكره، في كل لحظة في كل لحظة. اليوم كنت تدخل بيت محمود تشوف دبش وتشوف تصاور وتشوف حوايجه، شنو تحس؟ بتسبيع ونبكي، نبكي ونحس وندعي له إن شاء الله يرجع، إن شاء الله يرجع. هذا كمان نتمنى من ربي، نتمنى رجوعه سالم هو واللي معاه. زيد عندي إحساس ولدي لباس، وإن شاء الله ربي ما يكذبنيش، إن شاء الله يطلع إحساسي في محله. عندي إحساس مازال حي، أما وين ما نعرفش وين.